بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. درس وعاوة وحكم بالعبارة سورة محمد سورة لغم عابه سورة محمد سورة محمد سيدة كم وقتها وحال لغم عدري آيات كسورة آيات الضلبات ما وحا كجبت النبي عليه الصلاة والسلام مقعيس والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. مركز سورة وحر يا مقعي هذا سورة محمد وحكى الله يقان سورة سورة القتال بل يا مقعي هذا سورة وحر مقعي هذا كيالي هذا سورة القتال وحي كه الله سيدة آيادها عدى نمارة آيادة سيدة حاضة وكلا وإلهي سبحانه وتعالى وقه الله مركز مشركين تلا لكل مه. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب دقال إن لقوا قاضوا يلا كلهم قال هذا ساعة سورة وحلقوا بحية سورة القتال آيات بها مركب وحا كجرح إلهي سبحانه وتعالى هاي ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ألقاس نبقوا كجرح مركز سورة داني سورة محمد نوالي هذا سورة القتال نوالي هذا وأنا سورة ليه السود ده جسدي كم وقته النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مقالة مدينة جوجي سورة لو يقان مدينة قوية سورة هذا النقود ما يسي وحيه سورة ليه النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مقالة مكان جوجي السود ده سورة حقاف يعني وقتين وحي كه الله سين ومرتي كسر مرني يعني كتاب الله سبحانه وتعالى سبتان كيس البعث والنشور قيامها بعتان كيس وحلا حلوة سورة القتالنا يعني سورة القتال أما سورة اللي يقان مدنية وحي يقول كه الله هو بدنيه أحكام بك الله وحي بكون بلا بتبع دجال بكون بلا بت يا قتال لأن الدجال كوه حل الجديدي نبي عليه الصلاة والسلام حلقوا جوجي مقالة يعني مدينة وجوجي سورة هذا إنه صومر ناي دجال مجرم وحلقوا يرفصبر كما صبروا للعزم بالي نبي عليه الصلاة والسلام وحكست خو سميان قلنا مشركين تاعي كصبر طوق هذا تنا وحرك دون يد اللي هي ماذا حكى ودقوي مركوا حل الشرعيه جهات كبل الشرعيه وحكى العلماء دي هذا صورة دانية صورة كهري سوى حكى ده هي علاقة يعني صورة نقود ما يسي وحى كصورة ما تي فهل يهلك إلا القوم الفاسقون سورة مركة ويسكون حريه وحليه يعلمضه على قدر كم غطى وحويه فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فاسقين تلا الشيء يكويه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كوا سليلا مركة حريه على قدر والله بدأ سورة كده حيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مقعيسا كبلا أبي الرحيم إلهي نحرس تقود لها الرحمن إلهي نحرس تقود لها الرحيم إلهي إن حريص تجار كارها نور قرب من كسر هذا البيسن كالرحمن يا الرحيم لبضع الصفو إلهي سبحانه وتعالى بس كله مركب واحد نور الرحمن وكلمة على الرحمن إذا إلهي سبحانه وتعالى هم مقاضا كره يعني واحد له إضافة يوم ما هنسي عبد الرحمن وكل هذا ما هني الرحمن هو الرحمن قفل ما أورن كره أما الرحيم وصفة إلهي سبحانه وتعالى لكن قفل ما الوصفة إنكره النبي قال الوصفة يعني اللي يري رؤوف الرحيم ويا الله سبحانه وتعالى النبي يسوع
الذين كوي كفروا قالدها وسدوا جيذيي غيرهم غير كود بوحي كجيذيا عن سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى أضل الله وابرمي أعمالهم عمل كود الله وابرمي سبحانه وتعالى هو قالدها وجدك كجيذي دتك دتك إسلامي لها يدين تقبصن لها كوا كجيذي جدك إساقا دتك وقالوا بي إلهي سبحانه وتعالى عمل كود وابرمي مركا أيضا هراء هذا آخرنا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله لبب لو معنى ولو معنى يا وحلو معنى كي هذا الشيء ناي الذين كفروا كوي قال هذا هايو وصدوا كجدي دتك عن سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى دتك بجديا سوى لو معنى وحكى لو معنى الذين كوي كفروا قال هذا هايو وصدوا يو كجستي عن سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى لبضبع لهم معنى مركة فعل كسد يعني إما إنه متعدي لقده وإما إن مارت فعل قاصر لقده بيكون يعني لبضع سبيه كلام معنى وحس حلوك بضن بيجرهن إن لهم معنى يتيه مركة وراكم معنى الذين كفروا كوي قال لها وسدوا جيدي غيرهم ضدك بيك جيديين غير كود بوحي كجيديين عن سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى بك جديان أضل الله وعلمي أعمالهم عمل كودي عن أبطلها إلهي ببريه ويعمل كودي عمل مره الدنيا ده وحي الشقين يعني أرديان عمل كودي وهباء منثورا ويان الله قرأك وحكو لي هاي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وهباء منثورا عمل كستو إلي مادين والله قال الله فجعلناه وحن كيا لهباء منثورا يعني بربر يضبيل وحل الرعسية بالله سبحانه وتعالى كده qolada gaalada marka la tilmaamay ba Allah subhanahu wa ta'ala muuminiinti iyagana sheegay oo wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala wal ladina kuwi amaru mu'minan muuminiinta haya wa amilu salihati amalka wanaagsan sameeyay oo wa amanu rumeyay bima nuzila wixii lagu soo dajiyay ala muhammadin nabiy muhammad lagu soo dajiyay wal hal huwa al haqq haqqu yahay min rabbi rabbiga saxis min rabbi rabbiga saxis ka yimi dadka nabiga rumeyay oo nabiga raacay amalka fiican laga helay kafara allahu wuu dhaafay aan rumeyaga sayyaatim dambiyashoodi baa loo dhaafay oo wa aslah allahu hagaajiye baalum xaalkoodi tii hore waxa la yiraahdo dhalla amalahum qofad u gaar yahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka furto amal kasto wanaag uu eego sameeyo waxa ka jira dhalla amalahum laana iimaan ba shardi ah iimaan ba laga heli si kasto waraagu sameeyo gaalada waxaan soo sheegnay dhowr goor hore in ay sugan tahay oo la yiri adduunka wax lagu taraa masaakiinta ay qoodinayaan waxa ay sameeynaayaan inta adduunka jooga wax lagu taraa laakiin markii aakhira tagaan habaan mansuuran way waxa kama jira wax soo sameeyaan allahumma yamaarti intaas oo wax sadaqeeyaan intaas oo wax qoodiyaan samaxay yaray shardiga meesha ka maqaro iimaanka ah كوانا محالي والذين آمنوا بالإيمان إيمانك بالله سوء وعملوا صالحات عمل كيس متغانا صوفنانا والله سوء وآمنوا ربيي بما نزل على محمد نبي محمد أهل وسجي بركة آيات دقيقة تورا والذين آمنوا وعملوا صالحات مربع دي اللي يريبا نبي قوح أهل وسجينا والرمية لكن وحل الرعش وآمنوا بما نزل على محمد وحل هذا عطف خاص على العام من أهل عام وجود بالله شجعي إلهي رسولك سوى رميان عمل في عم بالله يالله واحد جود ويان قار نمرك والله شجع واحد يري وآمنوا بما نزل على محمد نبي محمد وحي وصل الجنة ورميان ما كان نبي محمد وحي وصل الجنة وقيم كم إذا وحي هرب الشجعي الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات مرك عطف خاص على العام بالله كفر الله ودافي عنهم يقال الله ودافي سيئاتهم دمياشو ديب الله سبحانه وتعالى ودافي وأصلح الله وهجاجي بالهم حال كود الله وهجاجي وأصلح بالهم عبد الله بن عباس وحكم عليه وأصلح بالهم أي أمرهم أرن كودنا الله وهجاجي مجاهد ابن جبر سنو حكم عليه وأصلح بالهم وأصلح شأنهم أسكمت كويا حال كودي بو حقاجي قد هذا هو حكم معناه وأصلح بالهم وأصلح حالهم حال كودي بو حقاجي مرك كل وحوي والكل متقارب بليه انت سيكون معناه صحابي عبد الله بن عباس يو رقا تابعين تقول بأردد سياه
سيكون معني سيكون معني كل واسك متكويا وكله كم معني كرتا وأصلح بالهم أرن كود بالله جاجي شأن كود بالله جاجي حال كود بالله جاجي كل ورا كرتا مرك حال كقف كل واحد جاجي أنا واحد أقول له جاجي ويا وواحد بس سكان بقفكم مركو هندسه مركو الحمد لله يرادو وتنبيك عليه الصلاة والسلام إن برينا نراه يهديكم الله ويصلح بالكم قفكم مركو هندسه الحمد لله بوجري مركو الحمد لله يرادو هاكو رئيسا يرحمك الله إله يكون حريستو كبعد سأك وسوع الله مرك يهديكم الله ويصلح بالكم بالكم عفوا ويصلح بالكم إلهي هيني هنوليو ويصلح بالكم حال كنا الله هجاجي مركا وأعرف يعني قفك سكود عي أنا ودعى سيرحمك الله باتري إذن هو وسع شو حكيري يهديكم الله ويصلح بالكم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ما دام لا قصوا الشكي قال دي عمل كودين لبوريي مؤمنين تنا مارتي اللورد في دنوب سودي وحودي بقال له وحي لذلك أرن كساس وحان أصميني وكواس نعمل كودو أبابيني كون كون نعمل كودو وأمال مرنا وحوية بأن الذين كوي كفروا قال دعها اتبعوا وحي الراعين الباطلة كوي قال دعها باطل كبير راعين اختاروا الباطل على الحق وحي كدورتين باطل كي بحق كدورتين وأن الذين آمروا كو مؤمنين تأهانا اتبعوا وحي راعين الحق مركا كلاسارس اتبعوا بالهذا مركز لكن مركز يسكن حرام طهي وحلو آخر يوات كرنا يسنده وأن الذين اتبعوا بالهذا مركز همسة الوصل بالهذا همسة الوصل مركز بلا بنا هذا فعل يعني وحلو فيريا كيس دحال الله فيريا اتبعوا همسة الوصل نبقورت الحريرية ويقوضا مخلا حريري ويقوضا وأن الذين آمنوا كوي مؤمنين تانا اتبعوا وحي الراعين الحق حق بي الراعين كذلك سيدا سوى كلمرك هذا أنه سوى الشيقني وكوى قال هذا أنا عباد الكي يعني الراعين وعمل كوي لو بربريي كوي مؤمنين تانا حق انتي الراعين عمل كوي لو أبا المريي ويضرب الله والله وهم سمياء ويرا لنا سيدتك أمثالهم أمثال شوديو تصاره ذي ما هذا الله ساسو وسوق هذا يعني الله تصاره ذي وصية قلوا بس الله قلايو قف قال مركه دورتي قال لما دورتي ها وعدو يعني الله سبحانه وتعالى يعمل كسبورناي قف وراك دورتي نبي الرعينة كفر عنهم سيئات وأصلح بالهم مركا وتصاره الله سبحانه وتعالى ضد كأسرية ويان كذلك سيدا سو كلابانو كذلك سيدا سو كلبا يضرب الله الله وحي يلا او سميا للناس ذاتك يضرب وحك لو معني يبين لهم الله وحي عطيا ساس من كثير بكم معني كذلك سيدا سو كلبا يضرب الله يبين الله الله عديا للناس ذاتك امثالهم مثل كذا الله ساس كلو عطيا الذين كوي كفروا قال هذا هاي وسدوا جيدي كجيدي دتك عن سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى أظل ودمي الله سبحانه وتعالى أعمالهم عمل كوي الله وبري والذين آمنوا كوي مؤمنين تهاي وعملوا صالحات عملك في عن سمينه أو آمنوا رميي بما نزل وحي الوسود جيي على محمد النبي محمد الوسود جيي وهو الحق كاسو حقه من ربهم ربك حقيسة كأهاضي انت الضمو وهو الحق من ربهن والجملة معترضة لهذا كفر الله سبحانه وتعالى ودافع عنهم يجا سيئاتهم الله وحو دافع ذنوب تودي او اصلح الله وهاجي بالهم حال كود الله وهاجي ذلك ارنكا سوحان اسمين بان الذين كفروا كو غالدها اتبعوا وحي راعين الباطل باطل كيف راعين وان الذين امروا كو مؤمنين تانا اتبعوا وحي راعين الحق حق بي راعين من ربهم حق الله حقي حقوده كيمي الله حقي سكيمي بي راعين ربي غود حقي حقي كيمي بي راعين كذلك سياسو كلبا يضرب الله يبين الله الله وعديا للناس ددك وعديا امثالهم تصالهودا تاس الله سبحانه وتعالى وعديا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله
فلن يضل أعمالهم. فإذا لقيتم هذا لكم الأنتان الذين كفروا قالتها فضرب الرقاب فاضربوا الرقاب ضربا أخلقوا إلى سوق أبي مركة يعني مصدر بالي هذا وحلما معناتها مركة فاضربوا الرقاب ضربا فاضربوا كقراعة الرقاب قورت كقراعة ضربا قراعة كقراعة تقال بانو بالله مركة تيور وتين الله فاصبر كما صبر للعصب تن دقال بالنبي عليه الصلاة والسلام إسلام كبير حوغيستي مجرد مركة وح لو بضم قادنك ودين تين عايانيو دين تين وحكي الشيقانيو إن أفلق قاديانيو لو بضم قادنك رو فإذا لقيتم مركا لكم الأنتان الذين كوي كفروا قالتها فضرب الرقاب قور قرا عدية كسمية حتى إذا أثخنتموهم إلى دقال كسبتان أثخن وحلي أدام حتى إذا أثخنتموهم أي أهلكتموهم قتلا قفك مركي أما الدقال كمركو الدعوه سيفت لسجل الله بابية لها حق إلى الدقال كهلاكتان أما الدل ليسمو كهلاكتان ويه حتى إلى أو إذا أثخنتموهم الليمو اللي نيسان أتكهلاكتان وأي جلعان يعني دقال كجلعيوه فشدوا حرحرة الوثاقة واحد كحرتان حرقه وحي صوهري ما كان دقال كلو بابية وحي صوهري حرقه لغو صوحراية ولو بدل دبال لغو صوحين ما يه يقول الجيدي يبالك ينايا مركا الله كيانو محال السمين يا مركا إلهي سبحانه وتعالى انت مركا وحي السمين لأبو تماما يا مركا وحولي الله سبحانه وتعالى فشدوا حرحرة وكوات كيا ويان الوثاقة حرقها فإما منن إناد من نيستان إما أن تمنوا عليهم منن إناد من نيستان أو إسكسي ديسان بعد مركا صوغة بتيك بعد وإما فداء إنا فرشكو سميسان وحوري ينتك غالتان ساكوسي ديسان أما رجل إذا كان يستيع كفرطان ساسا دوغ ليسان حتى إلى أنت تضع الحرب حرب ودجينا أيو دقالك ودجينا أيو أوزارها وليس ديس إلى دقالك استاق أيو ساسا قول ليسان والله إن إسان ويحي الصوهر رأمك أجل إسان حرقا كسو حير إسان حرقا مرة كسو حيرتان أما وحاوي العقبة تكون بدل إسان أما قف لي ذكاه إستيبا مارة كسو دي إسان إسان أما فراها كقاض إسان سداسا دعا دي ويحي بلاي مكا إبن كثير رحمه الله تعالى آيات استكم وغطة دقال كي بدر كبعد بسودكت محايا لي دقال كي بدر تطبع الله صوغبت تضبات الملاحة صوم شركينة سداسا لقوسنا يا مركا قالنا واحد لقوم بده شيء قال له هايستين مسلمين ترى لقوم بده شيء لكن إله وكم عنات إلا الله والله سبحانه وتعالى سجدي ما حصل وصل يسيب الله سبحانه وتعالى ما كان النبي أن يكون الله أسرى حتى يدخل في الأرض يعني قف النبي وما سجنا وما هبورا إنه بقفال يا شباب عسوا قفال شباب ليش كل الله يعني ما هو هاي سنة حتى يدخل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة أيضا مكلاسية أخرى وحلى جري الله يقول لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا كتاب هو الله قرأ وسنجري لهين واحد قالتين حولها كوبة درتين أو قد عذاب يكون علابة مكلا نبي قول الله عنانتي إنما رتي بدل شيء سمي مركا أيضا وحي كنتو سينا كدما يسير من الله قال هذا إن ساسك لسميان علوم القيب كم ذوي حليين آيات ده هذا الشيء جالسين لفرتو فراه لقى قاضو قفكي قف الجوب بده شه والله والله نسخيو وحنا نسخي آيات ذوي حليه ذهاي فإذا صلخ الأشهر الحرم فقطر المشركين حيث وجدتموه مركب الله حلم الله لمادان مشركين تم ملك استقارة الله يلاه لما أورن قيب نسيد ده قيب بده شلما أور آيات ده مركب تعسا نسخ ذبي عادم قل الله وحده ما آيات ده من نسخينه أيضا حقوق هذا واجرا لكن وحي يرادين قفك إمام كابا لوفا صحي إما إنو قفكان وصوق ابتاي اسكد دايوه إما إنو دلوه وإما عدكو بدشوه أم حولكو بدشوه وواحد جرتين صحابة دموابة مكامي دا وضيال وضينا بدور أبوها يو صحابة دمير صوق فالتي مركا مشرب بوها مركا صوق فاشين سألسك النبي على الوصو حري ثمامة من أثالب على الرنجري مساجد النبي كثير كسر غصو حير ما كان يقول وعقول تلاقيني كان نيو ضيوا أنت صورير أضيوا بوها
يلبا لغا سوري مركا سو مرايا سو مركا او اركو بلينو اسلامو تيرانكا مساجي على روحنا صبح ذا النبي عليه الصلاة والسلام ويمي وقال النبي حكوية ما عندك يا ثمامة ثمامو حال دكور سيان قال وحي نجيس يا ابو عزنا ان تقتل تقتل ذا دم هذا الدشه نندق لا دشه يعني الله يلنا رك باقي دم يلنا هذا الدشه محمد او نندق لا دشه وان تمنون تمنون على شاكرين هذا يفرط فراغ قد سيده سنه هذا نين ابا الغده باسيده سوغوبي يعني صحيح ما ابو الله وان كنت تريد المال هذا خلدون محمد صلى الله عليه وسلم فاسال ويديسه تعد الوسينيا هذا هو الربط تعطى منه ما شئت وحرطان قصيرا وحرطان قصيرا وحرطان يعني كان سلسلة كل حرام نبي عليه الصلاة والسلام أسود جديد تاس نبي قوى كتك ما لنت لأدو نبوي كورا ثمام وحرام تكورا انت لو كجرا دا ايدي شرع نبيق لبانا والله آرائيو دا ايدي سنة يعني أبال قدايا وبيريكو أبال قدايا هذا هو الودي السنة وقصيرا يفراق لها صدح بريبا كنا بساق قوة دي وما لنت نبي قوى يفراق لها سيداي نكاس ولا سيداي دتك صحابه و خوكو ييري ور ما حد سميسان دا اسلاميسان ولا سوق بيستاي واكاس او سو وريغ سيداي كو قبيستي كو اسلام سو مرات marka waxay leeyihiin qofka imaamka amarkaas baa loo deenaya imma inuu dilo wa imma inuu maratay furto wax ku furto wa imma inuu ku badasho iyo inuu iska daayo isaga loo deenaya laakiin aydan waxa amartay in qofka la galayso fara laga qaado lagu galadeysto iyo ama lagu sameeyo fida fida lagu sameeyo xoolo lagu furto xoolo bixiyaan la siidaayo ama in la dilo waa kama dhaxayaan hatta tadha al harb aw zaraha waligeed saas lagu wada ila dagaalku istaago aw zar waxa la yiraahdo culaysada ila dagaalku culayska dajiye waxa laga wada ila dagaalku istaago waxay ku macnaayeen hada imaam mujahid rahimahullahu ta'ala oo kale حتى تضع الحرب أوزارها إلى دجال كود الجناة يعريس كيسو حكم عليه حتى ينزل عيسى بن مريم إلى النبي عيسى دقه صلاة وذا النبي ماشى قال له كوارة لايا ماذا حكم لفتا قيب حيرة قيب سيدايا قيب فرطة إلى النبي عيسى دقه حتى تضع الحرب أوزارها إلى النبي عيسى دقه ووحد ليشنا يا النبي عليه الصلاة والسلام وحلم ذي يعني هذا الكيسو حلم ذي وحول الله ابن عباس وحول ابن كثير وكأنه أخذه من قوله وحمودا مجاهد قول كولي هاي النبي عيسى لا وكسر دقة ساقوضة وحتى تضع الحرب أوزارها معنى ذو حوى إلى عيسى دقة قول كسوحة أم الله إنه كسر قاطي نبي حديث النبي ورنا لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال ومدى كسول ما يسكوح وتاجن يعني جدك الله سبحانه وتعالى وحق هذه الكبر السنة حتى يقاتل آخرهم دجال إلى كود قدما يدجال الدجالمه والله يعني دجال دلهم ده نواد كرنا إنسان كهير مؤمننا الصهر طيو نبي الله عيسى حل قاسمك يسوي ما ذين بعد دجال الدليل وحوله يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام ويمو حقي رسول كلا يوم أنا هوب كي يجينا فرعان كقاضي هوب كي ميل باندي جاي مهاي على حرب جي بوجه دجي أو سارتيسي أو وضعت الحرب أو زارها مرك هوب كي ميل بان كحرة نبي عليه الصلاة والسلام وحي يري الآن جاء القتال هذا بدأ قال بلا بنايا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس كزول من أمة كحرة كم ذي إن هذا يقول حق كنت أجنت حق أهل نيسو ما كان بيقول حالك سوى حكم إذا ألا إن عقر الدار المؤمنين بالشام ورغادة قدها للك مؤمنين توا مياش اللي يقان شام شام للك هذا مارت يهود ما أنت يعني كو أمرتك الله نسوي تدخل الله نسو سيريا أيو للك فلسطين بالي هذا فلسطين بأسك له يهود ماله للك سيريا أيو للك فلسطين أيو فوح عليها الشام لله ما كان بيقول حدين مياش أيضا هي وعقر الدار المؤمنين مؤمنين تقوده دوي مياش اسلام كو ودافا يا اسلام كو غود بايا سينا دو حديث كو شاغي روما بالا تگاي روما بالا قبسانايا مسلمين تو كترن دونتا اسطنبول يو روما نبي مكلا ويدي اولي كير مور قبسانايا وي جي اسطنبول با هور قبسانايا كبعد روما كحتا اسطنبول وحال قبسد نبي مامتو ساس لا هستيد 100 سنه كبعد لا قبسد مسلمين لو مريغان روما نو واي مانيسا يعني حليغد واي مانيا marka شام تا هدا لسكو هيستا waxay noqonaysa maxay gudihii muuminiinta noqonaysa gurihii muuminiinta gudaheedii
أما نورك المؤمنين تقول هذا نغنس وكان أبو حجري ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام والخير معقود في نواسها الخير إلى يوم القيامة وكذا فردها فرد ذو وحا كبتا خير إلى قيامه جرعيه يعني دقال بدك جرعي سانويا استاقب بايك دقال هذا الصعود هو أركي سانو ومارتي كدعايا ملاس إلى لوجه قان نورك على فلسطين كدعايا بس كجانبي ويا ووحير ويا لنعو بينه لكن أبو حجرينين كدقال بحيبا إلى قيام دعائه ودولا مر بصعرائه الحديث هو وين وكان ليس يعني هذا دقيس دجال هذا إما الحمل لو يقنوا إيمان دورة يعني لبي تمن كل أعيد ما إيوه بنبي كان الله يبا مركزا كان الله إن شاء الله تعالى مرك ما هذا حوجا عسكرية ما هني دجال كسيدا سوا كوي هاي وأنا هبو دمية حتى تضع الحرب أوزارها مرك مجاهد وحجري حتى ينزل عيسى عليه السلام سيدو كلي قتال وحجري حتى تضع الحرب أوزارها وحلق وضع حتى لا يبقى شرك دقال كواب وضيسان إلى شرك أن لقى هيرين شرك وسكتشو قلو دنك وساكو بابر قرب ماضو حتى تضع الحرب أوزارها إلى دقال كبليس كسيد الجو حكا لقم معني أي أوزار المحاربين وهو المشركون يعني بأن يتوب إلى الله وليس كمشركين تلاو الدقو يعني وحا لقى وضع بأن يتوبوا إلى الله إلى إله سبحانه وتعالى وتوبت كينا إياه مركو انتبه لهم عليه الله سبحانه وتعالى مركو حجري ولو يشاء الله هدو الله سبحانه وتعالى دوره ذلك أرنك أسرى وحاويه وساس ويهي وأنصاء صميني ولو يشاء الله ذلك بدنا بوحي لسوعش صومر يبالو عشاء وأركنا يعني الأمر كذلك أمر ذلك سوّر كذا يعني أرن كساس وحويهاي ولو يشاء الله هدو الله سبحانه وتعالى دونه لن تصر منهم وحكي لكم عن ذلك داس أي هذا يعني كاس ولو يشاء الله هدو الله دونه لن تصر منهم الله سبحانه وتعالى وقر قال لا مؤمنته وكأر قدن لها قادة ولكن سه ما حصل له سميه ليبلوا سلو انتحام بعضكم ببعض قيبت سيده قيبتك لو انتحام الله سبحانه وتعالى اود وحو ليه قالوا انه بابيه ومؤمنته كور نقطه وليت بان الله ارق بقال دغال سو قاديبا لكن ما حصل له سميه واي ليبلوا بعضكم ببعض اذا كان انتحام قيبه قيبتك سلو انتحام ايا سال له سميه الله القران كو كل يحي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين موحد مودين الجنة سجليسان جنان سجليسان ولما يعلم الله الذين جاهدوا يدعو الله سبحانه وتعالى وعطينين بناك كينين كو جهادية ومنكم إذن كم ذا ويعلم الصابرين كو الدقال كبري كو جهدوا قادنا يون عرضين إلى الله بناك كينو يعني جنة كليميسان مفروض بعشر جنة بين هذا وحس كفروض ما مسلم بانا هاي قال دغال كل ما جيرنو اسكا سيحانينا ما واحد جنا لو غلمها ساس الله سبحانه وتعالى يقول لي هاي محمد جنا ان غليسان يدو الله كلو غان قف دول قادنا اي ما دغال كو جيرو اي قف ما ارتي جهاد اي الله مركه سبحانه وتعالى و هو يري والذين كو يقتلوا لو لاي في سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى الى دغال بلغ سو هادلي سبحانه و خيرادان دغال ويلكم هذا شو ويل باكون انتهى والله سكهر ما نيا رقبة ما نيا رقة سحال كود محلية والذين كوي قتلوا لقول لا يي في سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى فلن يضل الله ما بادي ما بربرنا يوم ما بابينا يوم أعمالهم عمل كود عمل كود وأجرى يا دت كايجا وعمل كود وصعنا يا با هيا لي تلا سبحانه وتعالى لها يعني ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بلا هيا عند الله سبحانه وتعالى ونوليه حديث بقول لي هي ان للشهيد عند الله ست خصال الله سبحانه وتعالى قفك شهيدك و هو سميه الله اكتس كل قفك شهيدك هي لح وحيارات بالو دياري ان يغفر له في اول دفقه من دمه marka uu horeeyso dhigiisa soo boodo wax ku dhacaan in loo dabi dhaafay taa salaam dabigiisa horoba seeftu ma ku dhacday habadi dhig ma kaantay markaas dabigiisa loo dhaafaya an yughfara lahu fi awwal dafqatin min damihi marka uu horeeyso dhigiisa soo boodo ayaa dabigiisa loo dhaafaya wayara wayurana walidi wayara wuxuu arkayaa maqcadahu min aljannati
boosku jannada kulaha bartaas ka arkaya wayura ma kale yaadana wax noqonaysa wayura waxa la tusinaya maqcadahu maqcaduhu ma kale la godan noqonaysa markaas wayara ma kale maqcadahu taaku kor dhigmaya wayura hadin la yiraahdo maqcaduhu in la yiraahdo waya waxa la tusaya booskii si oo min aljannati jannada kulaha ayaa la tusaya تصدحان وحوي ويحلى حلة الإيمان وحلوق لنا يا لبسك إيمانك اللوق لنا يا ويزوج من الحور العين من الحور العين وحلوق قرنا يا قبل الحور العين تلوق قرنا يا ويجارى ويرى مقعده وتراد ويجارى من وقت النغرسة ويجارى وحل قبل بعدنا يا من عذاب القبر عذاب القبر قال قبل بعدنا يا ويأمن من الفزع الأكبر ما نت قيام الدعاء أرجع حجره قفل بو بيت سيني هاي أرجع حمانته أجره ويأمن من فزع من الفزع الأكبر فزع وين أرجع حوين بما نت على كرنايا ويوضع على رأسه تاج الوقار ماذا هو حلو صار يا كونك وحلو يقان لو بوري لو كشو تاج كلو ينادو الوقار كي وين أنت ويا ولا وين سينيا oo waxa la yiraahdo yaquudka waxa loo yaqaan oo kuulaha dhagaha yaani qaaliga oo kuulo kuulaha baa ku wareegsan marka taajka madaxa loo saaray marka wuxuu leeyahay al yaquutatu minhu khayru min ad-dunya wama fiha yaquudkaas aan sheegay kuulahaas ku dhagdhagsan baa waxa ka khayr badan yihiin adunkaani wax yaalaba ka khayr badan yihiin ila nabiga kaleey saasoo yiri wa yushafa'u fi 70 insana min aqaribihi todobaatan qof oo reerkiisa ah boo shafaaca qaadaya todobaatan waxaa kale oo xadiis kamid ah wa 70 waxa loo guurnaa way sawajisnatayni wa 70 sawjatan waxa loo guurnaa 72 hadoo aragtay yaani 72daas loo guurnaayo gaaladu kaftan bay ka dhigaan iyo mataqaana ya akhu jeste saha hebel waa way wa Allahu akbar yaani 72 gaarad buu helayaa waxna caasiirahan laakin jesteskaasi qof islaam yaa laga maqal nin islaam jeste ma ogala حديث قال وحنا يغفر للشهيد كل شيء لدين قف قد يعني الشهيد كا وحول بالو دافا دينت ما هان نفط ما كبخني وحول بالو دافا دينت ما هان دينت عادي ما امر دينت عادي ما هل اسكو ليه قف كو دينتو حديث النبي وحنا ليه صلى الله عليه وسلم ان قف كا مركو دينتو دينتي سبب معلق يعني وحري ميلو وحري دينتيس ودنت دين بالو ليه دينتيس وحري وحري ميلو marka yaa noo hukum aanay wax leeyahay jannada boos fiican la geeyin laha badeyntaas inta la bixinay looga hakinaya jannada uu galo fudud jannada yahay laakiin boos fiican la geeyin laha boo waxa niban yahay waxa dalika ba qofka yaani dhinta waxa fiican deyntiisa dadka la weydiiyo ordeyntii ordeyntii habdeen lagu leeyahay fa idha laqitum marka la kulantaan alladina ku kafaru gaalada aha fadar bariqabi قورتك قوي فاضربوا الرقاب ضربا حتى إذا أثخنتموهم هداد قبطانو يعني هلاكتانو دقال أذكو هلاكتان وحي صوهري فشدوا الوثاقة يعني حرقها كوح الحرع فإما منن إن أضمن نيستان وفراك قادان بعد بكا صوهرتان كبعدي وإما فداء يعني إن أثفرتانو أثحول كفرتان يعني حول نسيو إساقنا سيد إيسان أما قفل نكاهز كفرتان حتى تضع الحرب الى دغالك ودجيو او زارها عليسكيسا يعني هذا كو دمانايو ذلك اركاسنا وها ويه ولو يشاء الله هدي الله سبحانه وتعالى دون لها والله ربو لن تصر منهم مؤمنين تو غار لهايو قالوا فراغ لا قادنا قالوا ما جستين با بو شو ولي وحي هان لهي مؤمنين تا ولكن سهل يبلو وها سا لو يالاي او دغالك لو كينا با ليبلو بعضكم ان لا انتحام قيبتين ببعض قيبت كلو انتحامه والذين قتلوا كو الا لايي في سبيل الله جدك الله سبحانه وتعالى قل لايي فلن يضل الله ما دمنا يا اعمال وعمل كودا سيهديهم الله سبحانه وتعالى وحو كتوسنايا او كهنويا ميشودا وناغسن الله سبحانه وتعالى كهنويا سيهديهم الله سبحانه وتعالى وحو كتوسنايا او كهاجينايا ويصلح الله وهاجينايا بالهم بالله سبحانه وتعالى حال كودنا هاجينايا سيهديهم وحليري الله وحو كتوسنايا الى الجنه با وسوق درنسا كمركا الله وحو كهاجينايا كتوسنايا الى الجنه جنه حقيقه وهي لما عطى ان الذين امروا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تا
تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إلهي سبحانه وتعالى قدسنا ويصلح آيات أنت دم أورنيسة ويصلح بالهم نواتين سو شيغنا قفكه حالك سي ارغيس با الله سبحانه وتعالى لو ريغيا ويدخلهم الله واغلنا يا دخل كل دغالك ويدخلهم الله واغلنا يا الجنه جنته واغلنا يا جنته سو عرفها واقنسي لهم يغا واقنسي ما حلا غودا مره جنته او غريسيه اقنسيه ايو الله سبحانه وتعالى غلنا وها لا ودا قفكه سن اوغنahay جنته دو قفو غلو قفكن نارتا غلاي او مسلم كاي او نارتا لسو غوباي او لغا سو ساراي او جنات لا كينا وخي لايا ادون كان ان لاغين الا بجبارك لاغ بلا سينيا سوما وينا بحالي ميشو كدغن ياي ماركا واخر دونا يعني واخ لا يري ميشو او ماركا جنات او غلو غوريغا او دغن ياي ميشو او دغن ياي وو يقانا هاد انغا ماركا لو غدا مثلا مغالو شيكاكو غوري كو يالا بالي بلو غيري واخ لو سينيا جي بي اس تسو ادريس ما ساو سوتا تاغي سعد نو بان سوما جنة قف مركو قلنا واحد يجري سو سعنا يمشي سيبو تجاية أهل ليه ابن كثير رحمه الله تعالى وهداهم أهل قارة مجاهد يهتدي أهلها إلى بيوتهم تذكر أهل الجنة هي واحد توسو هذا يقول يهودي أي هذا يعني لا يخطئون ما أي جفيان كأنهم ساكنوها منذ خلقوا كأنهم محمد ساكنوها إلى دهروا دجرايين منذ خلقوا إلى لقى أبو ري ina deganaay ma mooda qofku mar guru dagan yahay wali ka dhubi maayo marku jannada galo soo socnaayo buu tagaa waxa mooda inuu hore u deganaa jiray meesha ayda la yastadiluna alayhi ahadan inna waydin maaya soo socnaayo ba tagaa saas allah subhanahu wa ta'ala leeyo way yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum wa allah subhanahu wa ta'ala muqatil in hayaa wuxuu leeyahay balaqana waxana soo gaartay annal malaka ملك الذي كان وكلا ملك الله حصار صدي بحفظ عمله في الدنيا أدو كمركو جوغي ملك الله حصار صدي وعمل كسلاليو يمشي بين يديه بحرط الصعنية في الجنة الجنة أيو صعنية ويتبعه ابن آدم قفكنا والرعية حتى يأتي إلى وكتقو أقصى منزل ماشي وقفقو هو الله يسقو ليه اللي قولي كريم مره سوماليا كما سوقت يعني ان سو ماكري ما هاني ادون كان بالله سبحانه وتعالى قتل ما يلا بجبار بحد اسكو ليه يلا تدو بجبار بالله سينايا مر غورغيس او شي مركو مرايو با مرو كهرايا هلكا سو مركا دغايا اسغونا تاس مركو لبد يلاها واو نبي حد اسكو ليه هي تماما ين غورغودا توسو دغايا ددكو اذا خلص المؤمنون من النار ددكو مركي نارته غدبا حديث كان دور غوران تماماي مكا يعني دادكو اي تاغي يهن ميش لغو حسابين ايو دادكو مكا تاغي ميش لغو حسابين ايو جنة دا وحاكا سوكا يا نار تباكا سوفيس حالكا سا جنة دا كوتا الله مر ميش لغو حسابين ايو نار تواتا جنة دا واتا جنة دا تاغي ما ايو الى نار تنضل مرا ماهاني او يعني جد خسرات كلا يغانو يا مركا قدبان انت قد بلا هذي قدبتو ميلو حيث نار تاغي جنة دا وحالي دا قنطرة لغا دا قنطرة لغا دا ماشي اسبع الاستعجنايا تصنب يقول لي اذا خلص المؤمنون من النار تدخل مؤمنات مركه النار تهجد بان دوشه مران وصرات كي حبسوا وحا لو حبس يا لو لغلنا لو هينيا بقنطره تي ميل يرادو قنطره لينا بين الجنه والنار جنده يا نار تدخلودا يتقاضون وجتا وحي كل حكم تمايان مظالم كانت بينهم في الدنيا هذا واحد يعني حوض أها لا وقف واحد سوق يوم يجري وذكر مؤمنين تا هل كان سيكون الهرايان يوم ماشى كورونا تاجي إلى هرتيس لور تاجي وسوق حكومنا تذكر وقف الحكومة دي خوف النار هذا يوم كل هاي هل كان صلاة غير ريبيا سوي تجي لكن مؤمنين بس سوق دوب شيء بحد واحد سكوله هل كان صلوا كلا صار يجينا ما خلينا نقول في ليه هاي waxay isku iskula hayaa duuga markay joogeen oo dulmi wax la mid ahaa baa loo kala saaraya hatta idaa hudibu yas'afina hayaa wasaaso kala weeyaa meesha amalka la qaadanayo amalka soo gudbiye marba haday ka soo gudbeen meesha la yiraado siraadka dadka siraadka soo maraayay baa dadka amalka xun lahaa iyo wax la mid ah ku kala harayaa halka waa la kala safaynaya safayn weey wala is'afinaaya wuxuu nabigu leeyahay hatta idaa hudibu wa nuqu إلا إلا الهجاجية الله نذيفه وقلب جود وحبا السماهينين أذن اللهم في دخول الجنة وحلو إدم الجنة نجلان والذي نفسي بيده إلهي نفتي دك عنتي سكوت تأكل أرطية
إن أحدهم متكود بمنزلة في الجنة كرجة جنة وكل يهاي أحد منه بوجه حاجة بدن يهاي كل حاجة يا بمنزله الذي كان في الدنيا كي وكلها ندون كلها هذا واحد جنته أمبلين سوسة تجلسة سبع موت قنا سما كرجة جنة كبديسة دخل جنة هاي كرجة جنة كل هاي كان أمبلين تقانو كاسة كبديسة ولو نبي كل أرتي ولدي نفسي بيده بي إلهي نفتي كأنت سبت كل أرتي إلهي نفتي كأنت سبت كل أرتي قف كين وكأو جان شبدين يا كرجة جنة كوي يالو كادو كوي مارتي وكل يه سيهديهم إلهي وكتو سنايا جنة كتو سنايا يو ويصلح الله هجا جنايا بارهم حال كودا ويدخلهم الله وجلنايا الجنة الجنة دي والله جلنايا عرفها لهم والله سبحانه وتعالى قنسيه والله سبحانه وتعالى براي ويهرؤوا يقانين بيجليا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا وردتك مؤمنين تاهو إن تنصروا الله شردوية إن تنصروا الله الله دا أقرقارتان ينصركم الله سبحانه وتعالى وإذكر جاريا ويثبت الله وسجيا أقدامكم لوجهين والله سبحانه وتعالى هذا دجال كشان وكله جلب كودك إنسان عبسي يوحنا عاصو كلا والله سبحانه وتعالى كساريا وعلم معنا تعي ولا ينصرن الله ما ينصره تاس دار بكوجته يتأكيد بكوجته ولا ينصرن الله الله سبحانه وتعالى وحجري والله هو أقر جاريا ما ينصره ورسوله بالغيب صماه ما يتعب آيات كلاهات تنوح لهذا ولا ينصرن الله ما ينصره قفك استوى الله أقر جاريا دين تيسا أنه هو أقر جاريا مركا ويثبت أقدام نقف منك الله السؤال لغير هذا والدقدقاق يعرعر يوحاص لك السؤال نبي حديث بقولها من بلغ دا سلدان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله تعالى قدميه على الصراط يوم القيامة وهو يقف بها مثلا كما سؤال دنبا هاي صح مركوا في ربعين لكل موقفك ما دخلك أميشس وما نتيكره قف بها يورن كم ياها ورن عايز نقال نبت حوينه تنتا سعاد وقبها انت سومينا كين وقي هوش أسوح لي قفك ساعة سمي أسوح لي نبي وحي ثبت الله إلهي با وحي السقا قدميه لبي صلوقوت بالله السقا على الصراط الصراط لقوسي سيبنا يوم القيامة مركا قفك كالو ولالك هاي واحد كل أنتو إنا وشقي الصبا أيضاً أم حدس كسايا يا أيها الذين آمنوا ذلك المؤمنين تاهوا إن تنصروا الله هداد أقرقارتان الله سبحانه وتعالى ينصركم الله وإذي قرقاريا أو يثبت الله والسغيا أقدامكم ومذهن يلوهين الله سبحانه وتعالى والسغيا والذين كوي كفروا قالدها فتعسن لهم هلاك بأسقنا ذي قلت قالدها وإله سبحانه وتعالى الديدي حق سيدنا رعان هلاك بأسقنا ذي فتعسن عبد الله بن عبد السحلي بعدا لهم ليراشوا يفقان شاء الله كفقان ذي بأسوا ماضي وحكى لهم معنيي سقوطا لهم ذات قال هذا هي دعتاء النار تكون دعام بأسوا ماضي وحكى لهم معنيي شقاء لهم يعني أيان در أسوا ماضي مرة كل سبحانه ويا هلاك أيان در نار تكون دعام يفقان شاء الله كفقان ذي كل وكم معنيك تام والذين كوي كفروا قالتها وإلهي سبحانه وتعالى عقس الديدي فتعسا هلاك يفقان شو علاك فقادين باللهم يقو سبنا ذي وأضل وحب ما أعمالهم عمل كوين وأضل بيو وحعمله إلهي سبحانه وتعالى كمله يعني أضل أحبطها الله وهو بي وحكا ستوى ناقي السميين وحب لك مسوا قادم ذلك أرنكا سنوه كبعي دعي وصال الله وقلي بأنهم يقو كرهوا وحي النعين وديدين ما أنزل الله ألا وحي السعودتي مركز ديدين ما أقول دعي فأحبط أعمالهم فأحبط ألا وابري أعمالهم عمل كذا لوابري أيضا وحي كنتو سيسا ألا وحي السعودتي قرانك وحكا من هذا ديده إنا تقالوا بيس أبا ما غشو أحبط أعمالهم نوحا ويان وي قالوا بيس وقفت قفت عمل كذا لبابيه حوما يالو قفت عمل كذا لبريه وحو يالا مجرى ثم قال الله سبحانه وتعالى وحيه وحسا وقال لي ذلك بأنهم كرهوا وحي ديدين ما أنزل الله والله سبحانه وتعالى وحسود جيه لا يريدونه ولا يحبونه من رجع من دونه يعني فأحبد لوه بأعمالهم عمل كودي أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها انت نتصال الله سبحانه وتعالى ما دام كواسي
أنبياء الله سبحانه وتعالى يديدين كوا كل جوا نبي محمد وهذا كديدين صو قادين صو فيريان كوا اسمه اللي نقول حلاقي أفلم يسيروا ميين صعونين في الأرض ودرك ميين صعونين مشركين على شيء ما كتصوا هذا يعني أو فينظر أي أجين كيف سيد كانوا وهذا عاقبة الذين كوا عرب دبوت كودي من قبل مية كوري كوا كوري ميين أجين سير لوكالي وحي كل عيبه وجميع ما كل عيبك إلهي سبحانه وتعالى وحيري دمر الله إلهي سبحانه وتعالى وبربري ودبركوي دمر الله عليهم إلهي سبحانه وتعالى أيا بربري أو دبركوي إقابته سبحان الله سبحانه وتعالى سدجي ما كل عيب مرك قف كيسات سكر السماية وللكافرين قالذنا وحي ليه أمثالها تاسكر ليه وللكافرين قالذنا وحي ليه أمثالها تان صوشجني أو كلب اللي ينوا هذه ديدان رسول كلودري يكتاب كلودري هذه ديدان وحصا خد عيها وفعل الله سبحانه وتعالى مركي رأيده كفكته ذلك أرنك سنوحة ويه بأن الله الله سبحانه وتعالى مولى ناصر كرقاري كيو كرقاري يوي الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تاه كيو كرقاري يوي وأن الكافرين قالدنا لا مولى لهم وحوق كرقاري يمجره وأن الكافرين لا مولى لهم وحوق الجارية متى لكن قف كمؤمن كإله سبحانه وتعالى بقرب تاعن إله سبحانه وتعالى مر الباء قرب كيس تاعن أيضا أنا وكل واحد عضي حيل دقي دقال كي ما كل وجري دقال كي أحد ودكت النبي عليه الصلاة والسلام إن لقات كذا الصحابة النبي قال دعوا عي إسلامك السوق وحال جيلي النبي قال ندلي ما كان دقال منكم كلي استاجر السفر اليوم ودعوا عبدان يجران هك بدل لقب سيجران بابو سفيان ودي مركه كبير عيدك وتي رضي الله تعالى عن الصحابي قاس انت من اسلامين سو عيدك مركه سا وتي مشركين تا ان ددكو و خويره مركه ولا ولا اسمق لاي ماشي دي مدافعين الاسلاميه وسيف ويا ورن وميل دوبا لو كلا جيره مركه و قيليه و خويا ابو بكر ما هيسان عمر ما هيسان جاء فيكم محل ها يا عربي ها صودا ها يا سوما ما قري لك دبل ان شاء الله و خو كور مريم بكر ابو بكر ما عمر ما فلم يجب اللهم جوابي بحو جواب مجرى والله قامس والله صرف الياس صحابة دعوة بدن بقارة النبي دعوة دعوة على قرقرسي مركز سيس جواب وحجر أما هؤلاء فقد هلكوا كواس وين هلك سبين وأجابه عمر رضي الله تعالى عنه عمر نبي رضا بقاهن بعوض واقع جواب وحجر كذبت يا عدو الله عدو إله بيان باشكتي بل أبقى الله تعالى لك ما يسوءك الله سبحانه وتعالى كوا شكتي دي بقول دقايا ما يسوءك وحكو حمي يسيكو سميان وإن الذي عددت الأحياء كلهم رقع موعظة شكتنا كل ونريم جوابت بسي مركز سوي دي ربحاو من كجل عليه سيد الشيخ فاتت مامي خير راسي وحكمي هذا الذي سمركا سفيان وحكم إنه يرمان تاجري يوم بيوم بدر يوم بيوم بدر ما أنت ما أنت بدر وقاتب اللي بدر بل الله يجينا هو ما تغانا تضباطني رجع أبو جهل يكجرا وضيع شيء يكجرا أقول لي مركو كبير يا أبو سفيان مركز يوم بيوم بدر ما أنت ما أنت بدر وقاتب والحرب سجال تقال كنوا قريسوية حرب غفلة لقات كانية قريس ودقال كبر بغفة لقات كانية أما إنكم ستجدون مثلة إسكدا هذا كم يروى جو الذي جو جوني يبي مثلة قف ما كنده على قصو بحشي لك تلقوه يقف بالك هذا أنت أكو بس أتكسنة أنتو ده غايب ويان بريري كبر أو جس أعله بل أعله بل بي ما أنت واحد قول استه بل هو بل وحها سنم أصنام تو ذكمله فما أنت قول استه هو بل باق قول استه بي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مركو رواه مصنع مركي ماشي لك يعني شرك يا إله كلا لقاه الله أسلام لقاه الله ويحور هذا البسكة هاي هبل مرد انتي هبل منولي هاي بحكة لها هاي لكن مركي محلونا واقعي سنب الله مقعابي وليه سنب كامانت سرم مري سنب كامانت سرم مري نبي عليه الصلاة والسلام مركي وحلي ألا تجيبوه واربيد وجوابي نينك سنب كاه الله يكور قاضي فقالوا يا رسول الله رسولك إله أبو أمان نقول محان دهنا قال قولوا الله أعلى وأجل
ساكن الله أعلى الله وين أو الله أعلى الله أعلى الله سبحانه وتعالى بصريه وأجل وين. ثم قال أبو سفيان أبو سفيان وكبر كسيه وتوه يري لنا العزة ولا عزة لكم بي عزنا واتقانا وصنمك أنا عزنا وهي سنة ما أنتي يدين كل عزمة له قعني قرب ذي. فقال نبي مركو حي ألا تجيبوه ورمين جوابين مركو ماشي محل شاهدك ويان محان رسول كله كله أنا قال قولوا واحد لنا الله مولانا ولا مولا لكم إله بأننا قرقار النواح إذن كان واحد إذن قرقار يا مجران مركا آيات دان بالله وحب ليه ذلك أرقى سنوحه كيه بأن الله الله سبحانه وتعالى مولى الذين كوي قرقاره دويه آمنوا مؤمنين تاها وأن الكافرين ذاتك قال دعانا لا مولا لهم واحد قرقار يا مجران. إن الذين إن الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الله الله سبحانه وتعالى يدخل الله وقلنا يا الذين آمنوا تتك إيمانك الله يا الله وقلنا يا وعملوا الصالحات عملك في عن سمي الله وقلنا يا جنات جنوين بقلنا يا تجري أي سعون يسو من تحت يا هوست هذا الأنهار وبيال وبياشا أوتك دونا آيادة آيادة سوسع طبع كشا كينيس وبياشاس مركا إلهي سبحانه وتعالى وفي بلاي ذاتك وحا لقلين دونا جنوين بقى لقلين دونا هوست هذا يسعون يسو وحا لو يقانو وبيال وهوين يسعون أيان قفك مؤمي كامركا واكس. والذين كفروا كوي قالت عنا يتمتعون ويكون راحي سنة أيان هدوك مكا لجوغو ويأكلون ويعنيان أدنكم مكلا جوغو كما تأكل أنعام حلو سيعنان والنار نار بارا مثوا هيات لهم يقواتي ماشي هذا يانو قلي دونان نار وي لك أدنكم مكلا جوغان سيدي حوري بيعنيان وحلقا وضا دواء بيير ما يحولو مؤغا إله بورتي عمل سمين يعني آخر أيو ومشغل سنة يان مرقوف قال كان نوع عصويا وحدونو سمين وحلنا يا مجرى وحدونو سمين ساس الله سبحانه وتعالى يقول لي يا مركا قف قالك والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم حق عنتم مكلا قال الله ينوى بينك على الويهين ونبيك عليه الصلاة والسلام حديث بوحو كل يحي المؤمن يأكل في معا واحد قف المؤمن يا مركا انتقنا يسبح الله بينا انتقنا هذا نبيك حديث بوحو كل يحي انتقنا مكلا عنا لك الغيبية علوش صدح ملوت مال عنتق لي مال لبيها مال نفت هذا لكن هو مركي وصلت دلبنا وصلت بريسك الله كيران انتو لقيا وقتين بس قال لك سيو دين مايو انتا ساو بذل ما فعلا نبي قول ليه صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معن واحد قفك مؤمن كهل على ربو حقلنا هل على ربو حقلنا والكافر قف قال كان في سبعة أمعاء تضبع على ربو ليه تضبع من ربو حقلنا مركا دعلوش يعلوش واسكو سيبا إلهو سمي ما كلامتا غانا قدد بدنا لكن قابك إلهي سبحانه قابك إلهي هو أبيالين فحبه هو أبيالين بقى نبيك عليه الصلاة والسلام تسايا والنار النار بقى مثوا وقه هياتين لهم يقى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. انت إلهي سبحانه وتعالى وحبك الله يا مقالة دي قدقنا نبيك عليه الصلاة والسلام ومكا أهيد oo laga soo saaray inay jiraan magaalooyin ka waaweyn oo aan biyo laga saaray oo la halaagay marka dhag haw dhigan weeye taas wakaayin badana wa kaafkas tashbiiha ha yaani ayin marka la sumacnayo kam be la macna tah kamti khabariyada hayd wakaayin badana min qaryatin deegan badana iyo magaalo hiya iyadu أشد كدرا قوة حق أودا من قريتك مقالة هذه التي مقالة سو أخرجتك كسو صارتي مقالة كأود بدن مقالة كسو صارتي يعني مكدك دك دقنا أو كسو صاري وحجري هرو وجري مقالة وين وضطك لدقي هرو يعني أود بدن لها كوان كأود بدن محال وسمي أهلكناهم وانه لكنا فلا ناصر لهم وحق غرغارنا ما يهلين معناه ده marka maxa weeye kuwan ku soo saareena sidaas oo kale bay noqonayaano waa la halaagaya wax u gargaarayna ma jiraan waa ogti nabiga kaleey saatu wasan barqu soo galay oo magaaladii uu la wareegay oo xataa lagu kala arday oo qolow meel gashay oo lagu kala dhuntay
النبي عاي جري إنك سو النبي عليه الصلاة والسلام أنو ليكو دادين إيش هو ذي بين مذبحك سو قلنا هل نما هني إنك سو النبي عليه الصلاة والسلام توك قبل كريستو بو مارت سيس ده هسا هنمان تلا وضو كلايبو سمنجي كبيو ترنجري هسا ترنجري ما كبلا هسبارت كبلا ربو تو كريستو هسا والنبي هو عاي جري ما النبي قال الله سيقو حلو إنك هبلها كعبدو كل دقيا يعني وحسي بلي لقمان قشو يعني وحي أمسنا يجو قف كم من قال كعبدو كلا ينال ثابن كريم تيرك كعبدو قبصلي النبي قال له يروح لوجي نكهب لها تيرك كعبدو هاي استان من قلبه قلي اقتلوه بيكدر ما شدله نكهب لوجود له برك أنت كلا أودن النبي عليه الصلاة والسلام فروه كقاضي مركب مقالة عن لو يقانه ما كان لو يقانه إلهي سبحانه وتعالى نبي واجعله نبي عليه الصلاة والسلام واجعله نبي عليه الصلاة والسلام هدو جعلانا ودين ويه مقالة مكينة جعلانا سي نبي قو جعلا إن لو جعلا هذا ودين ويه نبقى ما نلو أركا يقوليها نصوه قوليها المتقان نايين سوشيال ميديا هو بلد أح فهو حركة وحليها قلو قفانا والله يا بالله يا طالله مقالة قروة سوو دمكور نقروة شمع لك الدقان كادث الشيك تويه والله يبان كل أرتي مقالة قروة كعبضة وانك جعلة يا بلي مكا وانك جعلة دقائي يا كوري قيست سمرا قيسان سمرا قيسان جهلي كويني مجرو بل حالكي سحال دو ماه داربو كماري إنو مقالة اسك جعلية هاي كعبضة إيو متغانا مكا جعلية بل ودا قيست وحب الله نبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام يا مركب سايل تبعد بل ودي دين سوقلة عجيب بل وفرس سوما 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 سوقلة يا بل قورتك سوما رتي خطر وي هذا نوع سوقلة هو استساق اللوجر هذا يهال لقاش شيء والله هذا ما لقاه اللوجر هذا الكاسوال هذا سوما هذا المركب اللوجر هذا هال لقاش شيء قي ميل بيكاتو رايا نبي عليه الصلاة والسلام مركب لقاه اللي عبد الله نعبد سوح الله هاي نبي عليه الصلاة والسلام مركو مقالة ما كبحي ومقالة لقى صار كبحي وقال وحيري أنت أحب بلاد الله إلى الله ما كوي تصنع بصوص فيري مقالة ما ك وحير ما كوي أضو واحد هاي ماشى إله سبحانه وتعالى مقالة الله سبحانه وتعالى توجع لي أباته وأنت عفوا وأنت أحب بلاد الله إلي مقالة الشيخنا أنا أقول أضافه وجعله سمارة ولولا أن المشركين هذين المشركين تجري لهين ولولا أن المشركين هذين المشركين تو أخرجوني أي نجس صاري كار إيجس إيه كصاري لهين لم أخرج من كوري كابح أنا يقول مركب نوت المعامي مقال الله يبغى جعل لا يروح جعليه مركب ودي وين مقال ما كجعل أنت هذا كله أرتب مركب إيراده مقال هبلا يعني كجعله هي مكان كجعله أول بداركم مره حالته وهي حالدس حالته وهي الله سبحانه وتعالى مارت اللي يراها مارت الله يقفك يا قنا مارت الله ونقضه قفك اسا لا مارت ما وهي دين درو غنيسا و النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم مركو مغالا ما كهدلاي ما اديابك ما اديابك من بلد ما كوناك بدل مركو مغالا لا يرادو واحبك الي يعني او لو جعل بدن هي حقيقه مغالا تو وناكسن باتهي لو جعل بدي مك حقيقة لي هذا ولولا أن قومي أخرجوك أو أخرجوني هديا دتك ويك صار لهين منك ما سكنت غيرك من أذجهن ما سكنت غيرك من أذجهن ما أذجهن مك سيدا مك وحلي جعل لي هذا وحسن جعل مك لي هذا وح الله فيرا وح جعل سيله سبحانه وتعالى درتنا وح وجع شال ربا نبي عليه الصلاة والسلام مروكه الله وح أولي هاي أو ثق عور الإيمان كنت أنت أوصل رئيس إيمانك وحوية الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله إن إله درت وحي ربيسه إله درت وحي نعضه إله درت متقنا يعني حج علاته لكن أسكت ترى ما أرد أنا قوقة حماني أنا قولة دراية ما قال ذي مكاء هيد أو نبي عليه الصلاة والسلام وجعلها نبعه أو ما قال هبلا ينكر جعلها حال خطر ويحدث مرك الله سبحانه وتعالى وحي يري مركو مقالده كهدلي وكأي بدنا من قريه مقالو بدنا هي يدو اشد قدرنت قوه حق اودا
أي كدر أنت من قريتك مقالة هذا التي مقالة سوى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أخرجتك صوص أرتي أهلكناهم وأنو هلاكني فلا ناصر لهم وحوقر قارنا مجران يعني مقالة أنه حد هذا تتو كجر وأنو هلاكينا هذا متغانا كراع وأيان أيها الله سبحانه وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين الله سوء عمله واتبعوا أهواءهم انت الى الله سبحانه وتعالى وهو كلا تلماما يا لبقف من دب السيرك وتاغن هي يقين هيستو يمد عملك سخن لو يعني لو قحيي اسكو من ميا وحي الله سبحانه وتعالى افمن كان قف افمن قف كان هذه على بينه على بصيره ويقين بصيره دو شيد يقين بو هيستا دليل عد بو هيستا قف كاسو من ربي الله حقيسا كا هيستا كمن من لمد يحي كمن من قف من لمد يحي زين الله لو قرحيي سوء عمله عمل كيس حن لو قرحيي يقف الله سبحانه وتعالى بينعت كهيستا ما يسكمد با كاسو واتبعوا راعي أهواءهم أما كواسو واتبعوا راعي أهواءهم هو راعي سكمد ما نبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى حجعت كهيستا إلهي سبحانه وتعالى يقين كهيستا يقف عمل كيس حن وأصنام تعابده يحلمده قف كاسو عمل كسلوق رحية مسكوت با انت وحلوسي ديريسي وحليلي واتبعوا أهواءهم لبا ساسي تمارتين هوضو ذي الرعين هوضو ذي الرعين ايضا اخد رأي ان شاء الله تعالى ان وحي ايضا اسلام التهي الله قرآن كسو وحو كله يهي افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى قف يقانه إن الله سبحانه وتعالى كوسى الدجية الله وحده كوسى الدجية حق من يهاي وفوق الله صعدا كمن هو أعمى قف إن لم لم يديه لم ما هو يا ساس الله سبحانه وتعالى مكنوك على صاري حق قف كهيستا يقف كحق أنا جرانين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل المصفى وحسون مرني إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إلهي سبحانه وتعالى إنه قلنا يودتك مؤمنين تو عملك في عليهم جنات تجري من تحتها الأنهار وحوس مرايا جنوين كاسو بيالبا حوس مرايا وبيدا حوس مرايا وإلهي سبحانه وتعالى يدعم الشيخ مرك وحوليه مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة الجنة وحي لم تهي التي جنة وعد المتقون متقين لو يبو هي وحي لم تهي اما تو صالح هذا هدان كو شيغو وحا ويه فيها دخدها وحا اهادي انهار وبيال با اهادي من ماء بياه غير آسن انس بدلين بيانس بدلينو ان عرق نقونين عبد الله بن عباس وحو كو معنيي آسن كاس غير متغير كو ان دور سومين آسن الماء اسن الماء عفوا أسن الماء مكلا يرادو بيه بدور صومي إذا تغير الريح هو يا مرك بيه أي مدو بعدانو أركو ديس بدلو مرك الله سبحانه وتعالى وحجري فيها تنظر لهذا وحا هذي أنهار با هذي وبيال من ماء بياه غير آسن كوا سو كوا دور صومي أنا حين أمرنا اس بدلين وحكا لغو معنى يعني الصافي لا كدر فيه بيصافيه أن عرق لهين بيصافيه أن عرق لحين آه مركب واحد الشيء مركب سوى وبيج بيها ويان واحد كحجه وأنهار كنا لا نحذر واحد هذي وأنهار وبيالب هذي من لبن عناه وبيال عناب هذي لم يتغير أنو إسبدرين عناه طعمه لدن كودان إسبدرين أنا مرنا أن سبدلين وياي محي سبدلين وياي وحلا يري لم يخرج من ضروع الماشية حولها عن ضوء ذيك مصوب به العنان وح بدر كينا حول ذيك مصوب يعني مركدوه الجونه أنا هسي أنا حول قصو لسويا كون مرنا بس بدري مايا وأنهار وبيال من لبن أنا حقو ذكاء هذا وبيال أنا لم يتغير أنا دور سومن سبدلين طعمه لبن كيسان دور سومن وأنهار وبيالبا هذا الحذاء كيس الحذاء ويكنه وأنهار وبيالبا الحذاء هذا من خمر
وبيال خمر يهو لذة أمعان للشاربين كو عباية ويكدو وين مركة خمرقي أدونك الجوغي ويكدو وين محايا لي خمرقي أدونك الجوغا دي والله سعونا قفكو سوكو نغونا يهو قران الله سبحانه وتعالى وحبت الله أمير وكال الله لا فيها غول غول واتغاني غول وحلي هذا ألكول ميشا كتميرقاس ألكول بركورة غول بكيم كول يعني عربي هان عربي ومكسورة يقا بدل مركة لا فيها غول يعني الكولي وحقوف سرخامين ايكو مجران ايات كلا وحلي بيضاء لذة للشاربين وعديها يو خمر عدو يهو قفك عباية ادي ادو معان وحي حديث كلا كله يهي عن لكياني وحلي يري مركي لسمين اي بي خمر كان ضدبائيا سمينين سداس او قيد بقفك عباية ايكو معاين وانهار وبيالبا هذا الاحداد من خمر خمر اهو لذة امعان للشاربين كو عباية كاسو بيك سدحاد ويان وبيك أفراد وأنهار وبيالبا جنة كويا الله وكل حجرة والحيضة هذه من عسل ملبة مصفا كاسو صافية في غاية الصفاء يعني صافي نمش وش سويا مصفا مكلي له ملب آدي صافي وح مركب وحي رهدان لم يخرج من بطون النحل صافي نمش وحكينا إياه ملب كيمي ماها علوشة شنيد كما إيمان حديث باو النبي عليه الصلاة والسلام كله في الجنة بحر اللبن وبحر الماء وبحر العسل وبحر الخمر جنة وحكويا له بدعانة بدبية بدمربة يبد خمرية ثم تشقق الأنهار منها بعد كبعد باو بيدك لك صفر عمد مرك لكن ماشى بدأ كويا المكورة انت أصلا الله وبيها سيعانها سي ملب كاسة كبعد وحا صوبر غنية يعني وها صبر قناه كوه كله ومع ذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام جنة اسمك لقاه اللي جنة فردوس اللي رياضه والنبي يقول حكمت المامي وبيده جنة إن جنة كصباحان النبي يقول إنه يعني نقبل رجينا يده ويدسنا الله سبحانه وتعالى النبي يقول لي هاي إذا سألتم الله تعالى هذا الله ويدسنا إنسان الله دبر إنسان فسألوه الله ويدسنا الفردوس جنة الفردوس لو يغنوا فردوس بيننا جنة سويديستا محايا لفإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة جنة لحية ذي كتا الله جنة سرادة ذي كتا الله حديث كلا وحب ليه يستقف كذا سرانة عرشي الله سبحانه وتعالى ويا وجنة جنة ذي قصر يسويه نبي مكة وحي ومنه جنة سلوية غان فردوس تفجر أنهار الجنة وبيد جنة كصبر غضا وابك حديث كالشيقي وفوقه عرش الرحمن جنة سأركي سانو وبيد كصبر غانا يان سقف كذا سرع دبول كذا سرع جنة عرش الرحمن إلهي سبحانه وتعالى عرش كذا بقى هذا مركضات جنة ودي سنة سان إلهي سبحانه وتعالى جنة فردوس وديست انت أنا ماشي فرد الله أكبر يعني سبحانه وتعالى جنة فردوس الله ينقيه إنه يوارد كيما مركب وحي الله سبحانه وتعالى مركب أفرت الشيء جنة والله سبحانه وتعالى كهل وبياشس بوحي يري انت عسكرية ما هني ولهم وحي ليه ان دتك اهل الجنه فيها الجنه دخلها وحي كليه من كل الثمرات يعني مركزته نوع كسته لما كلا سارين ولهم وحي فيها الجنه دخلها كليه من كل الثمرات مركزته نوع كسته بكليه انت لو ما دينين ومغفره من ربهم ومغفره ذنب داف بليه من ربهم الله سبحانه وتعالى ربي قد حقيسك هذا الله ودم دافيا الله سبحانه وتعالى وجعله بسيانيا ولهم فيها من كل الثمرات آيات كلا وحل هذا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين وحكا استيربان بو يرنايا وحكا استيربان أيو يرنايا ومغفرة دم داف بالله من ربهم الله سبحانه وتعالى ربي قد حقيسك هذا كمن هو ومع ذلك كله انت انا سو شيغ دمانتو يدو اجرتو او ان كسو حدل يدو اجرتو كمن مد مي ولا مد يحي دكا جنده غلي اركيسان او الله سبحانه وتعالى سو ابل مريي كمن مقف ولا مد يحي هو اسو خالد كواري في النار نارت قف نارت كواريو قف جنوينكا لا سيما اسكويد با سؤال لو وجهويه وما اسكويد ما كمن قف ما لمد يحي هو اسو خالد كواري في النار نارت او ولي بس اسمع هنا وسقول لو ورابيي لعبسيي ما ان بي حميما ادو كل البلعبسي بياكل البلغا دركي او فقطع وحا غوغاي مركي سو عبايه با وحا غوغاي امعاءهم من عرضودي با غوغاي
marka la cabsiyo bihi kulula mindhicradii baa googo'ay marka qof kaasiyo jannooyinkaana soo sheegnay iyo dambidhaafkaana soo sheegnay dadka la siiyey ma isku yimid ba maya isku yimid ma adaa lagaa rabaa marka inaad camalka u shaqaysato mathalul jannati jannadi waxay la mid tahay alladii jannadii wacida loo yaboohay oo loo ballan qaaday almuttaquuna mutaqiinta فيها دحيلة وحى هذا أنهار وبيال من ماء بياه غير آسين أن دور سومين أن إسبدلين وأنهار وبيال بكويا من لبن عانه لم يتغير أن دور سومين طعمه لدن كيس يعني قرار إيو حلي لسوس عيد مجرى مشانت وأنهار وبيال بكويا له من خمر خمر أهو لذة أم عن للشاربين كو عباية وأنهار وبيال بكويا له من عسل ملبه مصفا آل لوسفي وصافية ورهم وحي كوهل جنو ليهين فيها جنات بحذاذا من كل الثمرات من النوع كستولة دوره ومغفرة بيليهين دم بداف بيليهين من ربهم ربي قد حقيسة كهذي كمن مذ لمد مياه قف من لمد يهي هو إسوه خالد كواري أولي كجراء في النار نارتا وسوقوا لورابيي ما أنبيه حميما مركا وسوقوا ما دام الجمع لغرقي فقطع أمعاءهمنا جمع لغرقي كمن تاسي وجمع ويان كوا مركوين كمان كوا من لم يديهن كوا من لم يديهن هو يسقوا الله ركام مرك خالد كوا رأي فينا نارته أو سوق لواري ما أنبيه حميما هذا كله فقد دعوا جوجو أيه أمعاءهم على شرطي بدعوا جوجو أيان والله سبحانه وتعالى.